بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم الآن عن الـ openings into the right ventricle، وهنزيدنا كلامنا متصل عن الـ right ventricle. بس في حاجة كده أنا دائما أحب أضرب لها مثال مبدئيا أفهمها معايا كده لما نوصل للفالب. حركة إنه الكوردي تنديني تمسك الكسب حق الفالب عشان لا يرتجع أثناء انقباض الـ right ventricle، فيرجع الدم من الرايت فنتركل للرايت أتريم، وده اللي احنا ما نبغاه. دائما نشبهها بالسيدة اللي بتكون لابسة فستان شيفون واقفة على مروحة، تحت بيكون في مروحة هواء قوية، وتخيلي هذه السيدة واقفة على، او خلينا نقول بنت صغيرة لابسة فستان شيفون، لابسة فستان شيفون واسع، والشيفون معروف انه قماش خفيف يتطاير، واقفة على هذه المروحة القوية. لو هي وقفت الطفلة هذه وهي لابسة الفستان الشيفون الواسع على المروحة القوية في الأرض، إيش حيصير؟ من قوة دفع الهواء حينقلب الفستان على الأعلى، اللي خلاص حطير الشيفون الخفيف ده، وتفضل مثلا على البطانة أو على يبان لحم الطفلة دي. لكن عشان ما نبغى لحم الطفلة هذه يبان، وما نبغى الفستان ينقلب على فوق لأنه خفيف هيطير على فوق، لو جبنا أحد مسك الفستان الشيفون هذا من تحت، مسك أطراف الفستان، خلينا نقول نجيب 3 أطفال صغار يمسك أطراف الفستان الشيفون من الأسفل، عشان لما تشغل المروحة من تحت الفستان ما ينقلب. إذن هم مسكين الفستان من الأطراف. في دي الحالة مهما شغلتي المروحة من تحت البنت الصغيرة دي، الفستان ما حينقلب لأنه ممسوك من الأطراف. نفس الفكرة بالضبط لشغل الكسب الكوردي تنديني والبابيلاري مسل. البابيلاري مسل بتنقبض، الكوردي تنديني يتوصل للخلية الموجة العصبية، فتروح تلم الكسب حق الفالف على بعض، تمنع إنه الفالف ينقلب على فوق بحيث إنه يحصل ارتجاع الدم أثناء ضخ أو انقباض الهائل اللي بيحصل في الرايت فنتركل، ضخ الدم في اللونج. تعالوا نشوف الآن الـ openings into the right ventricle. في عندنا طبعا right atrioventricular orifice ودي surrounded by fibrous ring، عبارة عن حلقة من الفايبرز to help maintain the shape of the opening، تخلي الفتحة كده مرتبة ومنتظمة. وطبعا الـ right atrioventricular orifice بيكون guarded by tricuspid valve. البولمونري أوريفيس كمان من الفتحات اللي بتفتح الرايت فنتركل، ودي بتكون برضو surrounded by fibrous ring ولايز at the apex of the infantiblum. وإحنا شفنا الصورة دي هنا إنه البولمونري أوريفيس موجودة عند the apex of infantiblum، الجزء الأعلى من الانفانتيبلم، الجزء الأعلى من الانفانتيبلم هنا أهو، أدي الانفانتيبلم هنا أهي، وهذه الجزء الأعلى فيه من الانفانتيبلم سميناه الأبيكس. هنكون تلاقي إيه اللي هو البولموناري فالف. البولموناري فالف guarded by pulmonary valve. طبعا pulmonary orifice بتكون guarded by pulmonary valve. دائما نقول الأوريفيس guarded by the valve، الأوريفيس بيحميها وبيحرسها فالف. تعالوا ناخذ الان تراكسبيد فالف بالتفصيل شويه. يا تسميه تراكسبيد فالف يا تسميه رايت اتريوفنتريكولار فالف، مو معقول نتخرج من سنه ثالثه طب احنا ما نعرف شيء عن تراكسبيد فالف. اول شيء ناخذ السايت والستركشر. السايت هو موجود فين؟ موجود بين الرايت اتريوم يا جماعه والرايت فنتريكل، اند ات جاردز ذا رايت اتريوفنتريكولار اوبننج. اذا معناته وجوده حمايه للرايت اتريوفنتريكولار اوبننج. يا ترى ايش تركيبته؟ تركيبته انه formed of three cusp، عشان كده بنسميه tricuspid valve. اذا عبارة عن 3 cusp. ايش اسمائهم؟ حسب سنيل طبعا، قد يكونوا مسميات موجودة في كتب اخرى بمسميات اخرى. الثلاثة الكسب هنا، واحد anterior، واحد posterior، واحد septal. واحد anterior، واحد posterior، واحد septal. والكسب بيكون عنده atrial smooth and ventricular surface. إذن بيكون عنده smooth atrial surface أو ventricular surface اللي بتكون ماسكة في الكوردي تنديني. إذن لو جينا شفنا هنا الكسب، هذا الكسب هنا الفالف أهو، أنا فتحة أهو أهو أهو، أنا فتحة الكسب هنا في الصورة دي الفالف، فهذه كسب وهذه كسب وهذه كسب زي الستارة،
زي الستارة زي الستارة. خلاص واحد anterior واحد posterior واحد septal. هذا posterior اهو وهذا anterior اهو وهذا septal اهو ناحية السبتل. شوف كيف طريقة مسكة الخيوط حقة الكوردي تنديني اللي متجهة من الأبيكس of papillary muscle إلى أطراف الكسب وموجودة بطريقة معينة. شوف جاية ماسكة ما بين اثنين كسب متجاورين ما بين اثنين كسب متجاورين حنلاقي الكوردي تنديني بهذه الطريقة سبحان الله ماسكة عشان لما تنقبض تلم الأطراف حقة الترايكسبيد. شوف تقوم تصير كده تقوم تدي علامة المرسيدس هذه تدي علامة المرسيدس. الله أكبر الله أكبر. So it is formed of three cusps. So it is so named because it is formed of three cusps. إذن سميناه كده عشان هو عبارة عن تريكسب ثلاثة كسب. The cordae tendini of one papillary muscle are connected to adjacent parts of the two cusps. إذن واحدة papillary muscle بتمسك الكوردي تنديني بين كل اثنين كسب بين متجاورين. يعني هذا مثلا كسب وهذا كسب بينهم طلعت مسك كوردي تنديني. هذا كسب وهذا كسب بينهم كوردي تنديني. سبحان الله إعجاز في خلق هذا الجزء ده سبحان الله. يعني كل القلب إعجاز صراحة كل القلب إعجاز. طيب لما بيحصل right ventricular filling during right ventricular filling tricuspid valve opened and three cusps projects into the right ventricle. الآن right ventricle يبغى ينقبض يبغى يتعبى during right ventricular filling. يعني right ventricle يبغى يتعبى فالtricuspid valve حيكون مفتوح صح والright cusp والthree cusp projects into the right ventricle. يبقى الفتحة لما بيفتح الكسب بتنزل على تحت مش على فوق لأنه الدم gushing of blood البلد داخل كده فبيفتح زي عارفين الباب حق البار لما أحد يفتح باب البار كده يكون مفتوح كده لأنه يفتح للجهة الخارجية. نفس الشيء هنا. So during right ventricle contraction during right ventricle contraction إيش اللي بيحصل إذن في الventricular filling قلنا الكسب على تحت. طب during right لما الآن بيحصل right ventricular contraction البابيلاري muscles contract and associated cordae tendini keep the valve closed. So this compensating mechanism prevents the valve cusp from forcing upward into the right atrium during ventricular contraction and blood would not move back into the right atrium. So proper closing of tricuspid valve causes blood to exit the right ventricle and move into pulmonary trunk. الكلام ده اللي شرحناه أول. إذن عملية الإغلاق المحكم للتريكسبيد فالف عن طريق انقباض الكوردي تنديني بأن بتقرب الكسب على بعض تمنحها من الارتجاع في الرايت أتريم. ده مهم جدا عشان كل الدم اللي يتجمع في الرايت فنتركل يتوجه كله لللنج مو جزء منه يروح للرايت أتريم وجزء بسيط يروح فما حتروح كمية كافية لللنج بدي الطريقة. فهمتوا علي؟ نتكلم الآن عن البولموناري فالف. البولموناري فالف هو guarding البولموناري أوريفيس وهو عبارة عن 3 سيمليونر كسب. لاحظوا إحنا ما قلنا هناك سيمليونر هذه سيمليونر سيمليونر زيه زي الأورطة يعني علامة المرسيدس مضبوط كده واي شيب. So consist of 3 سيمليونر كسب اللي هي واحدة بنسميها anterior واحدة right واحدة left واحدة anterior واحدة right واحدة left. وهنا no cordae tendini or papillary muscles are associated with valve cusp. ما في هنا لا cordae tendini مو زي التراكسبيد. والclosed valve شكله زي علامة المرسيدس أو واي شيب. تعالوا نشوف الclosed valve شوف كيف شكله كيف شوف الأورتك والبولموناري لأنه في زي سبحان الله هنا عروة كده عروة مخليته مغلق تماما عامل هذا المنظر اللي هي اللي بسموها سيمليونر فالف. سيمليونر فالف إذا تريكسبيد ما هو سيمليونر. شوف التريكسبيد يغلق لكنه ما هو زي كده عامل حرف الواي
بس منغلق على بعضه، لكن هذه لا سيميليونر. فأنت عندك اثنين سيميليونر، اللي هي لما ينقفل يعمل حرف الواي ده، اللي هو الترايكا اللي هو البولموناري فالف والأورتيك فالف. So consist of three semilunar cusp. إذا نوع الكسب هنا سيميليونر. No cordae tendini. Closed valve شكله زي الواي. The wall of pulmonary trunk is slightly dilated opposite each cusp to form a sinus. زيه زي الأورتيك sinus. إذا هنا الwall of pulmonary trunk فيه sinus، ثلاثة sinus، واحد anterior واحد right واحد left، وقلنا برضو قد يختلف تسميتها من كتاب إلى آخر. During ventricular systole الكسب of the valve، الآن يبغى يحصل خلاص systole، يبغى يحصل انقباض للright ventricle. الكسب of the valve are pressed against the wall of the pulmonary trunk by the out rushing blood. So the open mouth of the cusp are directed upward into the pulmonary trunk. إذا زي باب البار، لما ينفتح باب البار الآن البلود جاي أكتر شيء بقوة الدفع حقته من الرايت فنتركل. فلما ينفتح الفالف حينفتح على فين؟ حينفتح upward into the pulmonary trunk. حينفتح upward into the pulmonary trunk. و الفالف كسب are pressed against the wall of the pulmonary trunk عن طريق الدم المندفع. طيب هذا during the ventricular systole. طب during diastole the blood flow back toward the heart فبيدخل enters the pocket like sinuses اللي موجودة في the wall of pulmonary trunk. السينسز اللي موجودة في the wall of pulmonary trunk احنا قلنا against يعني كل عند كل كسب هنلاقي ساينس، عند كل كسب هتلاقي ساينس، فعندك ثلاثة كسب وعندك ثلاثة ساينس، خلاص؟ أنت عندك ثلاثة كسب anterior right to left، وعندك ثلاثة ساينس anterior right to left sinus. فيتعبى الساينس ده during diastole هيتعبى الساينس، فالفالف كسب هيتعبى، الفالف كسب هيتعبى، لما يتعبى الفالف كسب يقوموا يجوا opposite each other in the center of the lumen وبالتالي في النهاية بيقفل البولمونري أوريفيس. شوف هنا هذا هو اللي أنا بتكلم عنه، هذه النوديول، هذه النوديول وهذه اللي بيسموها اللونيول. إذا دي النوديول ودي اللونيول زي حتة كده يعني مدببة قوية، لما تقفل الكسب هذا على بعض يقوم يديني شكل حرف الواي. فعندك في انبعاج قلنا في الجدار اللي هو عبارة عن ساينس. شوف هذا الساينس الانبعاج، هنا ساينس وهنا ساينس وهنا ساينس. هذا الساينس زي الانبعاج في الجدار يتعبى دم، لما يتعبى دم حيتعبى الكسب دم، هنا حيصير في دم في الجيب ده بتقلهم مع بعض يقوم يتجمعوا على بعض، لما يتجمعوا على بعض يقوم يعملوا علامة المرسيدس دي أو الواي شيبت. هذه باختصار انه ايش اللي بيحصل للكاست during الventricular systole وايش اللي بيحصل للكاست during ventricular diastole. اذا الفالف كاست فيل بالتالي كم into a position in the center، يتجمع على بعض في center of the lumen and close the pulmonary orifice. وهذه شكلها الفتحة. اذا يهمني في كل فالف لما اعرف لما يحصل المرور الدم يحصل فتحة الفالف على الاسفل ولا الاعلى، ويهمني كيف لما ينقفل هل الفالف هذا سيميليونر ولا نانسي مليونر. شوف هنا مثلا وحوريكم فيديو كمان ظريف ان شاء الله الاقيه على هذا المنظر. اذا فتحه التراكسبيد على تحت لانه الدم جاي من الاعلى للاسفل، فتحه البلمونري فالف للاعلى في داخل البلمونري ترانك لانه الدم جاي من الاسفل للاعلى من الترافنتركل اللي فوق، فزي قلنا زي البار دور يفتح بدي الطريق. بعد كده هناخد في فيديو تاني انتيرير اوف ذا ليفت فنتركل. سلام عليكم.